ويكون واقع مثلا في مشكلة معينة أو عنده أزمة معينة، فهو يتصدق بنية أن يفرج الله عز وجل عن هذه الأزمة. هل هذا يعتبر من النية بأمر دنيوي، أم هذا داخل أيضا فيما يتعلق بما يرجوه الإنسان من الثواب في الدار الآخرة؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه، أما بعد، فإن عمل الصالحات من حيث الإجمال من أجل تحصيل شيء من منافع هذه الحياة الدنيا تقربا إلى الله عز وجل هذا جائز، مثل الذي يدعو، الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي وهو صحيح: الدعاء هو العبادة. وقال الله عز وجل: إن الذين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومع ذلك شرع الله عز وجل هذه العبادة لتحصيل منافع الدين والدنيا، وهذه الدار وكذلك الدار الآخرة. والله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فجعل الحياة الطيبة التي ينالها الإنسان في الدنيا هي بسبب العمل الصالح، لأن إذا عمل صالح حصل له من الأجر مثل ما حصل. وقصة النفر الثلاثة الذين دعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم التي محضوها لله عز وجل في يوم من الأيام، فاستجاب الله عز وجل لهم بأعمالهم الصالحة من رحمة الله عز وجل، ففرج عنهم ما هم فيه من الكرب، ففتحت لهم الصخرة بهذا السبب. فمجمل هذه الأدلة يوصلنا إلى مشروعية أن يفعل الإنسان الصالحات عموما، أن يصل الرحم، وأن ينفق على أولاده بنية حسنة للتبرع لهم، وأن يصل رحمه، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويغيث الملهوف، ويعين المحتاج، ويشارك في الأعمال التطوعية الخيرية. ومن ذلك أن تتصدق أيضا بمالها لأجل تفريج هذه الكرب. كل هذا مشروع ودل عليه الكتاب والسنة، وهو من الأمور الحسنة الطيبة، وهي ممحوظة لله عز وجل. ولا يقال بأن الإنسان أراد بشيء من عمله الدنيا، هذا مو صحيح. فالله عز وجل شرع لنا أن نفعل عبادات معينة وأعمالا صالحة معينة وغير معينة من أجل أن نصل إلى الحياة الطيبة. فالله سبحانه وتعالى هو من شرع لنا ذلك رحمة بنا ورفقا بعباده جل في علاه، والله تعالى أعلم.